عاوز أسألك بالتحديد عن مزمور 22، لأنه مزمور 22 فيه وصف دقيق لصلب يسوع المسيح. فيه بيبتدي بفكرة إلهي إلهي لماذا تركتني، نفس الكلمات اللي تكلمها المسيح على الصليب. بيتكلم في نفس المزمور ثقبوا يدي ورجلي، وهذا الصلب يعني كانت فكرة الصلب مش عند اليهود، كانت عند الرومان. اقتسموا على ثيابي وعلى لباسي يقترعون، يعني كل دي أو كل هاي الأفكار موجودة في مزمور 22. فاعطينا يعني ملخص في هذا الموضوع. بنشوف هنا جسيس زار بتلاقي ان مزمور 22 عدد واحد على سبيل المثال اللي حضرتك ذكرته، لما يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وبنشوف ان ده بيتحقق في متى 27 عدد 46، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لماذا شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. بنلاقي في نفس مزمور 22 لما بيتكلم إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب لي، فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي، ولوقا 22 بيقول وإذ كان في جهاد كان يصلي بالأجاج وعرقه قطرات دم نازلة على الأرض. فبيتكلم حتى الصلاة نفسها بيذكرها. بنشوف فكرة الاستهزاء اللي يستهزئون به، فكرة على لباس يقترعون، كل الكلام ده وكل النبوات دي جسيس نزار في مزمور 22 اتحققت. حتى فكرة فلينجيه لينقذه لأنه سر به، والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. في متى 27 مزمور 29 9 و10، لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثدي أمي عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. فبيتكلم عن بيتكلم كمان هنا في متى 22 ده بيتكلم فكرة عن الميلاد، بس ده في مزمور 22 برضو. فهنا مزمور 22 بيتكلم تفصيليا عن حياة المسيح، عن موت المسيح، عن قيامة المسيح. بيتكلم كمان قبل كده في سفر مزامير لن تترك نفسي في الهاوية ولن تضع تقيك يرى فسادا، ومزمور 16 ومزمور 16 ومزمور 110 لما بيتكلم قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وبنشوف كمان رسول بطرس بيفسر الكلام ده في سفر أعمال الرسل أصحاح 2. الفكرة هنا مزمور 22 أنا ما أعرفش الوضوح اللي فيه يعني يخليك تقول إن ده ما ينطبقش على حد غير على المسيح.